بدمنا باعوا الناس شوفوا بيهم وبيع اطفالنا. اليوم 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 اسمعوا القتال كيف؟ القتال في الشوارع، تواجدوا في الشوارع. احنا دايرين الخط الثالث، مش معناه كان نسحبوا جماعه ولا نتهم ما في مشكله، لا نقاتلوا بنموتوا واحد اثنين ثلاثه مية جيبوا ناس كلنا نموت، كلنا كلنا نموت بدايه الارواح، واحنا عن بلادنا بنعيشوا في بلادنا. صحيح. وكان متنا لنا الشهاده يوم 23 يوم اكبر لنا الشرف. الله اكبر الله اكبر. بالله ما تاخذلوش اطفالكم يا شرف يا فندم، بالله ما تاخذلوش شعبكم. ينعيشوا حرام ينموتوا. ايوه ينعيشوا حرام ينموتوا. اكبر جهاد جهاد جهاد. والله هيهاتها هيهاتها من الذل. اقسم بالله سنموت او لن تصل وصدورنا عارية. الله اكبر الله اكبر. ولن نركع لاي مخلوق الا لله سبحانه وتعالى. والشعب حيكمل المشوار. الجيش والشعب حيكمل المشوار. الجيش والشعب حيكمل المشوار. الجيش والشعب حيكمل المشوار. الجيش يجب يكون لدينا شباب حمية. أطفالك موتوا آلاف لكن مش عشرة. الله آلاف. الله 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 الكتيبة في وادي باجر ومتقدمة بدباباتها وبالبيم بتاعها حتدخل ما سيبكمش الرعب. في رعب الدبابة كبيرة في رعب اكثر من 41 سنة، ولكن خليه يستمر في اجرامه. احنا نبو مصراتة حتى نحن كبار، هي نحن اكبر من الدبابة. اخر ورقة تعريه يوري الناس ان هذا مجرم مجرم لا يستحق. في قول الله سبحانه وتعالى شنو يقول؟ ذكروني به، استخف قومي فاطعوه.